غلطة عمري اتجوزتها والغلطة بوقتها دفعتها بس قلت لحالي بوقتها أنشأ شوفها أنا هلأ قاموا حبسونا معها محلى الكورونا كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا والله وطلعت مهضومة ومثلي صارت مغرومة وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء غلطة عمري اتجوزتها والغلطة بوقتها دفعتها بس قلت لحالي بوقتها أنشأ شوفها أنا هلأ قاموا حبسونا معها محلى الكورونا كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا والله وطلعت مهضومة ومثلي صارت مغرومة وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء. ربونا افتحي. أنا كريم بوقع الصبح باكل قتلة. افتحي عاملك وعشية باكل قتلة من جوزي. ربونا قبل ما نام باكل قتلة من جوزي. أنا عايشة بالجحيم. لا الو ليك ولا يا عيب الشوم عليك عم تضرب وتسرق مرتك تفهي عليك يا كلب. انت شو عامله شو مخبصه لك شو خوتي بالمره افتحي شو هالمجنونه هاي ضربني واخذ رمونا مشروب افتحي فريدو انت بعد ما شفت شي من جنوني ايه يلي بده يلعب مع البسين بده يتحمل خراميشو ولك شو خراميشو ما خراميشو بدك جرسيني انت بين العالم معقول اتصل فيك ناس كتير الله يكتر المحبين يا رب شرفي محي الفيديو يلا مش رح محي انا حرة ولك شو حرة انا سكرجي انا بتعاطى شو بك يا رما شو بك تخربي لي بيتي معقول راسك ولا انت بلشت الحرب يا رمونا حرب شو كرمال كم دولار عم تعملي كل هالعمليات ما عم بفهمك وإلك عين تحكي يا نصاب يا حرامي يه ونسيت قلك يا كذاب رمونا خلصيني افتحي بقى لحظة هلا بدك ياني امحي الفيديو ولا افتح لك الباب لأنه أنا ما فين أعمل شغلتين مع بعض ونبضيحة سمعت شو قلت لك بضيع ما بدك تفتح يا رمونا طول بالك هلا فرجيكي شو رح أعمل طلعوا كمان ما بيهدوا كل النهار ما خلصنا يا خي مزوق امي كيفك امي لا ما امي خليني احكي فكرتك حدا رفيقي عم نمزح مع بعض طولي بالك شوي ايه فيديو يا امي معقول انا اكون سكرجي امي معقول انا اكون سكرجي او بتعاطى بك شيء يعني ما حدا بيعرفني قدك مروق بنتفه ولد معقول يكون عندي ولد وانت وعندك علم يا امي بك شيء يعني خليني ارجع احكيكي معجوق شوي امي خليني ارجع احكيكي بعد شوي باي كثير هيك كثير هيك خلص وصلت لحد الامور يعني حتى امي صدقت صار لك شيء؟ اخ راسي لك معقول عشان تفتح الباب هيك انت؟ شو عرفت انك ورا الباب؟ اخ راسي اخ راسي ايه ايه يا بابا مثل ما عم خبرك لك خبطني بالباب على راسي عم موت وجع لا يبدو انه جن ضربوا عقلاته على الحجز لا يا بابا لا ما خاص لا الحجر ولا كورونا هو هلأ بين على حقيقته يا بابا آخ يا راسي غطيني حاضر
غطيني منيح. حاضر. مرسي. ليك بابا، بابا برجع بحكيك، انا بدي هيك ارتاح شوي راسي لانه كثير عم يوجعني يا بابا. باي تقبرني انت باي. اخ يا راسي. ما فهمت انا، بعده عم يوجعك راسك يعني؟ اوف ما فيك تتخيل قد عم يوجعني راسي. لك الله لا يوفقه اللي كان السبب، الله لا يوفقه. طب دخلك هيدا الشاش اللي على راسك شو فكرته؟ عم ينزل دم يعني؟ لا لا مش عم ينزل دم، بس انه بركي نزل دم يعني. حتى شاش على راسك بلكي تحسبا نزل دم يعني. انت بدك تجنيني رسمي. ما بده مين يجنك اصلا، انت هيدا اوفر بيجي معك يعني جاي مجنون خالص. رمونا اللي عملتيه مش مزبوط ابدا بقصة الفيديو. يعني مش معقول سكرت خطي من ورا الناس، كل الناس عم تبعت لي مسجات بك شيء؟ لكن اللي عملته انت أزبط؟ تنصب علي يا فريد؟ لك غير انك خاين كذاب ونصاب كمان، لك انا شو بدي اتحمل اتحمله له يا الله. لا طول بالك مزحه كانت، عم نمزح ليه ما بتلقي مزحه؟ معقول انصب عليكي مرتي انت رمونا؟ شو بكي؟ ما عرفتك. طب خلص ما تزعلي، انا بعتذر، رح رجع لك المصاري ويا دار ما دخلك شر، بس بدك تشيلي للفيديو. ما بيصير جرسنا قدام العالم كل الناس عم تحكي علينا رمونا، شو بكي؟ العالم عم يحكوا عليك انت، انا عم بيقولوا حرام، شو هالمره المسكينه المعطره. رمونا دخيلك خلص ما بقى بدي مشاكل، تفضلي هاي المصاري بس اعملي معروف شيلي الفيديو عديهم. مش الحال؟ اوكي. كلك ذوق. يلا، رح قوم محي الفيديو. لك فقعت له قلبه قبل ما محي الفيديو. خليته يعمل لي عشا وعصير ونشر الغسيلات كمان. يا لطيف مقاويك، يعني انا قد ما افكر مش رح يطلع معي مثل قصه هالفيديو. لكن يلعب معي انا، انا رامونا. برافو عليك. دخليك رجع لك المصاري؟ ايه اكيد رجعون. وانت رجعتي له اللبناني؟ لا. النومي هاي. ألو. إيه حبيبتي. لك بعرف هلكتني، هلكتني. بعرفها قوية وواطية أنا بس مش لهالدرجة يعني. نمت مسموم. طلع طلع. لهلا بعدهم عم بيبعتوا لي مسجات من العالم كله، من امريكا واستراليا والمغرب وما بعرف وين. بدي انزل هلا اجيب رقم جديد بس مناطر لحتى يخففوا لي قصه الحجر وقصه المفرد مجوز. بخمنين جابوا لي اياها قصه المفرد مجوز في افهم؟ ايه هلا بدي انزل اشتري رقم جديد. رديت لها ايه. لا هي ما ردت لي. معك حق. ليكي برجع بحكيكي. رمونا ليكي برجع بحكيكي، هيدا عم بعيط لأشوف شو بده. باي رمونا. يا راسي. يا امي دخيلك راسي راسي. صباحه. شو بكي بعده عم يجعك راسك؟ كتير. عفوا خلص عفوا. دخلك بس جيت لعندك بدي اسألك المصاري اللي عطيتك اياهم امبارح وينهم؟ اي مصاري؟ شو اي مصاري؟ امبارح عطيتك مصاري لتصرفي لي اياهم، وين هن؟ تبخروا. رمونا امبارح مش عطيتك دولار لتردي لي لبناني؟ ايه شو بدك فيهم؟ مصريات. شو بدك؟ شو بدي فيهم؟ ما رح اعطيك اياهم. ليه ما رح تعطيني اياهم؟ هيك. شو هيك؟ شو بدك تنصب علي؟ ما بسمح لك. اي انا رمونا بنت ابو رمونا ما بنصب، ما تفكرني هونيك ناس. شو بتسميها هلا كان؟
سميها عطله ضرر. شو هيك؟ عطله ضرر؟ شو عطله ضرر؟ رامونا اعطيني اياهم عم قلك. انت نسيت انك ضربتني بالباب على راسي وبعده لهلا عم يوجعني ومش عم بقدر. اخ حاج تعطيني حجج؟ اعطيني المصريات؟ مصاري ما في. كيف يعني مصاري ما في؟ اعطيني اياهم. بدك ما تقرب، اذا بتقرب بصرخ وبلم عليك البنايه. ايه؟ صرخي ولمي اللي بدك اياه، عم قلك اعطيني المصاري. مصاري ما في. حاج تقولي لي ما في، اعطيني المصاري. مين هذا؟ شو بعرفني؟ رجع لي ما تهزي. أي راسك. مين؟ فتح الباب الشرطة. شو 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 شرطة؟ خير خير، شو في فيتكن؟ أنت فريد؟ إيه أنا فريد. افتح يا فريد، في بلاغ مقدم ضدك بالتهجم على زوجتك بالضرب، هذا غير تعاطي وسرقة. لا تعاطي وسرقة؟ شو 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 تعاطي وسرقة؟ سيدنا هاي مسحة من مرتي. والله احكي هالحكي بالمغفر، يلا افتح يلا. سيدنا فيني اعرف مين مقدم الشكوى؟ لا مين انت؟ ولو انا رامونا. سيدنا انا مرته. مرته يعني المجنى عليها؟ ايه يا سيدنا انا المجنى عليها. البلاغ على خلفية الفيديو اللي انتشر. خلصني افتح بقى، بدك اياني حقق معك ورا الباب؟ عمري تجوزتها والغلطة بوقتها دفعتها، بس قلت لحالي بوقتها أمشي أشوفها أنا. هلأ قاموا حبسونا معها محلى الكورونا، كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا. علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى، ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا. والله وطلعت مهضومة ومثلي صارت مغرومة، وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء. غلطة عمري تجوزتها والغلطة بوقتها دفعتها، بس قلت لحالي بوقتها أمشي أشوفها أنا. هلأ قاموا حبسونا معها محلى الكورونا، كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا. علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى، ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا. والله وطلعت مهضومة ومثلي صارت مغرومة، وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء.